تعال بس ادخل يا معلم. ايه ده؟ اوه يا جماعه البنت طلعت فوق. اخباركم يا شباب، معاكم محمد جمال من قناه العميد وحلقه جديده في ذا لونج درايف. في البدايه لو انت جديد بس اشتر لايك والاشتراك في القناه، مسوي صلاه على الحبيب محمد صلى الله على حبيب قلبك يطي. الحلقه اللي فاتت عملنا حادث فظيع شنيع ابن لذينه بسبب هذه السياره الجميله التي ليس لها مثيل، وللاسف الكاوتش بتاعها طار فاضطرينا نستعمل الكاوتش الاستبن. وبصراحه ما اعرفش بصراحه هو طار فين، بقالي ساعه بدور عليه. فتقريبا هو اللي ورا ده، بس اتوقع اللي ورا ده العربيه احنا خبطناها من شويه، فما اعتقدش ان هو ده. عموما في حلقه النهارده ان شاء الله قررت ان انا اغير العربيه دي، لان العربيه صراحه يعني في منكم الف تعليقات عم ميدو، خلي بالك العربيه مشكلتها ان هي مش ثابته على الطريق. اه هي حلوه بس تحس كده فيها مشكله. وفي منكم شكر في اللود او اللادا، قال لي عم ميدو خلي بالك اللادا احسن بكتير و100 100 وجامده اخر 50000 حاجه. وفي منكم قال لي عم ميدو خلي بالك ال8 سلندر بعد التحديث الجديد اللي نزل للعبه بقت اجمد واقوى واحسن وثابته، فانصحك تجربها. ففي حاله النهارده ان شاء الله هنشوف، لو لقينا اللادا هنجربها، لو لقينا اللود هنجربها، لو لقينا 8 سلندر هنجربها، واخيرا لو لقينا الشاصي الجديد هنجربه. هم الثلاثه دول صراحه اللي انا عايز الاقي واحده منهم ونجربهم ان شاء الله ربنا يسهل. ما عليك الا باللايك يا زلمه. ايوه كاوتشات طارت. طب انت ليه بتعملي كده يا بنتي؟ يا بنتي انا اذيتك في حاجه؟ وعارف اكتر حاجه قد ايه؟ الكاوتش على اليمين ده دايما بيطير، اهو الكاوتش على الشمال طار، بس ده بعديها بكام فتره. يعني نرفع بس الصوت شويه عشان صراحه عايزين نستمتع بالصوت. طيب ده ايه بقى؟ يعني في ايه يعني؟ انا مش فاهم والله العظيم، انا ما فاهم في ايه. هل مثلا بسبب الحمل اللي ورا؟ طيب يا ست هنرفعك سن على الارض ونشوف ايه حجتك، لان بصراحه كده اوفر يعني، كده اوفر يعني، والله ما شايف اي حاجه تحت يعني تستدعي ان العربيه بتاعتنا تتقلب او يحصل لها اي حاجه. يا ليل، وحتى البتاع ده اتفك. يا نهار ابيض، قفل يا مدير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خليني بس احاول ارفع البتاع دي لفوق شويه، اهو اشوف حجتك ايه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الحال يا رب. اقفل الباب يا مدير. بسم الله الرحمن الرحيم، بس عشان مشغل التكييف صراحه، يعني لان تكييف العربيه دي ثلاجه الصراحه، ده احلى حاجه فيها. اسمع يابا الصوت الشديد يابا، اسمع. او شايف يا جماعه من الحمل بتعمل ازاي؟ بص بص المرجح يمين وشمال ازاي؟ يا لهو على الواقعيه، انا بحب الواقعيه دي. واحلى حاجه التربو تحت بيحاول يشتغل ولا تلاقيه بيعافر، انت ما تفهمش التربو عايز ايه بالظبط. يا نهار ابيض، خلي بالك انا هي اللي سايقاني مش انا اللي سايقها دلوقتي، لان انا لو انا اللي سوقتها واتحكمت فيها حكمتها بمعنى صح هتروح مقلوبه بينا، فخلينا ماشيين كده. بس برضه في عربيه اهي، حتى برضه انت يا شيخه اللي متحكمه تقلبتي، في عربيه برضو يا شباب عايز اسوقها برضو، العربيه اللي احنا شفناها في بدايه الحلقه اللي فاتت. ما عرفهاش ايه العربيه الغريبه دي، وكانت بتاعه بوليس وطالقه صاروخ بتعدي جنبك كانها فيراري. نفسي والله الاقيها، يا لو الاقي العربيه دي هيبقى الموضوع جامد. بس انتوا عارفين لما رفعت العربيه كده شويه على الارض بدات تتمرجح جامد، تصدقوا هي مركبه كاوتشات العربيه انها احسن بكتير من الموضوع ده. يا ليت الليل ما تليل، ليل علينا ولا تليل. وقال يا جدعان كاني شايف بنزيمه هنا عاديه جدا، يا رب الاقي عندها عربيه ولا اي حاجه. بسم الله بس براحتك. اوه يا نهار ابيض على القلبان. طب انا اعمل لها ايه ده؟ هو ايه اللي طار ده؟ معلش هو ظهر العربيه طار ليه؟ معلش يا اسطى انت يعني في ايه؟ طيب طب ثواني يا جماعه نعرض بس الكاوتشات سنه. لا بعد اذنك كده ثواني، هات لي كده هننزلها كده تحت تاني ونعرض بس الكاوتشات سنه وتطلع بس دي كده فوق. اقول لك الحاجه، نشف المساعد بس كده، ان شاء الله كده تكون 100 100 وتنشف معانا، ربنا يسهل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا نركب هذه البتاعه. والله يتزهق يا اخي، والله يتزهق. عارف انا بقول يا ريت ما حملت الحاجه على العربيه، خليتها كل حاجه عندي في الشنطه جوه ونمشي بالعربيه خفيفه خفيفه عشان ما تقعدش تعمل بينا حوادث والكلام ده كله. ويعني نلف بعد اذنك بس ممكن تيجي كمان سنه. اكسكيوز مي يعني. ركب يا مدير. يا بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الحال يا رب. شوف 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 الدش عامل ازاي يا باشا، فريك يا باشا. طبيعي نلاقي موتوسيكلات هنا. هو الطبيعي. خلاص يا جماعه البنزينه دي من هنا رايح متعلمه بالموتوسيكل التوين ده اللي هو الغريب ده. هو موتوسيكل جامد صراحه، بس لما تحمل عليه بزياده تلاقيه بينام بيك على الجنب كده، فبيبقى برده مش لطيف. كويس لقينا شويه بنزين، عايزك افتح الشنطه اليتيمه بس ابدا حط فيها طب والله لسه فيها حاجات. طب ممتاز جدا، افتكرت الحاجات اللي في الشنطه كلها وقعت تصدق. ونشوف التاور ده بالمره فيه ايه. بس الكاوتشات عامله شغل، انا مش شايف بسببها كويس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس كده يا مدير، بس خلصتي؟ افصلي بقى المره دي واقفي بقى عشان عارفك ندله. طيب بعد اذنك بقى ممكن بالنسبه للكوتشات دي ممكن بعد اذنك كده بس تجيبها لي هنا. ايوه عايز بس اتفرج. الله انت موجود يا زعتر، ياه عليك وعلى ايامك يا زعتر. هلا شوف بس معايا اي حاجه اضربك بيها. لا لا تقريبا مش معايا، استنى يا اسطى اجيب لك سلاح. متهيألي المسدس معانا هنا جوه. ايوه في طلقتين بس. طيب احنا كنا حاطين الذخيره بتاعتنا فين؟ صدق نسيت. ما تقوليش ان انت حاططها في الشنطه. لا 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 هي هنا صح؟ لا والله يا جماعه هي الذخيره فين يا جماعه؟ احنا لقينا كتير. ثواني ايه اللي جاب دي هنا؟ شايفها؟ 25 طلقه. طب ممتاز جدا. بس كده الله يعطيك الف عافيه. جاي لك يا معلم، ده انت وحشني وحشه السنين وحب التنانين. تعالى معلم. بيو بير بيو. زعتر زعتر. عملت اللقطه صح عليه؟
يا سلام، شفت يا اخي اللقطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده يا اسطى وريني شكلك، انت خدت الطلقه فين يا باشا؟ ده بص مباشره في مش عارف، بس هي حلوه الطلقه. تعالى معلم اقعد جنبي كده عشان عايزك في حوار كده احنا ماشيين. اقول لك حاجه، عشان الشباب بيقول لك حط ورا عم ميدو عشان هو احسن حاجه ليه بيحب يقعد ورا هو، فبعد اذنك بس ممكن تيجي هنا خلي السيف ده ورا برضه ارمي. تعالى معلم، تعالى يا كبير اقعد يا باشا. يا باشا والله لا تدخل، والله ابدا، والله العظيم لا تدخل. تعالى بس ادخل يا معلم. ايه ده؟ لا 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 لا. انتوا فاكرين يا جماعه الجليتش ده فين؟ الجليتش ده اللي اخفال الاوتوبيس لو تفتكروا في الحلقه العشرين او التسعتاشر حاجه زي كده. يا لهوي، ربنا يستر، والله ربنا يستر. انا خايف، انا خلينا اتصرف على طبيعتي، هندخل بص جوه المبنى كان مفيش اي حاجه حصلت، نبص كده براحتنا ونشوف اللوت ونشوف الدنيا دي، ومن بعد كده ناخد بعضنا ونمشي، ناخد عربيتنا كده ونمشي بهدوء وسكينه. يعني ربنا يستر. امسك يا باشا بعزنك ده كده. الله، انا كنت خايف صراحه البتاع اللي انا رميه ده يعمل حاجه في البتاع. حلوه البلالين دي، هاتها كده نعمل فيها ديكور معين. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا والله كان نفسي تبقى بلالين، كان نفسي والله تبقى بلالين طايره في الحقيقه. ايه ده يا معلم؟ ده ايه ده؟ هو كاني سامع صوت. ايه ده؟ في ايه؟ انا وقعت من هنا. كاني سامع صوت المكوك ده يا جماعه، اللي هو الفضائي او السفينه الفضائيه. حاسس بكده. هو عدى؟ لا لسه ما عداش. طيب ولا ده صوت الرياح ولا صوت ايه بالظبط؟ ربنا يستر، ربنا يستر. الله، الوحش جالك. شفت المتوحش قاعد فين؟ ولا وحش يالا، خد يا خد يالا. وقع والله ما موتش يا جماعه. لو قربت له تفتكروا يعمل فيا حاجه؟ انا صح يعتبر كده لازق فيه، بس ما اعرفش ليه يعني. ما هو عينيه عليا ده ولا ايه؟ لا بعيد يا جماعه. طب خليك كده قرب له شويه اشوف هيعمل ايه. ربنا يستر. جري مني. هو الوحش ده بحالات ولا ايه؟ انا دلوقتي ما بقتش خايف منه. في منكم بيقول يا عم ميدو ده بخاف من النور؟ طب انا مش منور والله. يا خواف، ده انت طلعت وحش خواف يا اسطى، انت طلعت حجم على الفاضي يا معلم. عشان كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا ننطلق. مش معايا كشافات للاسف الشديد. يا جدعان على اللي بتمطر رايا ده، ربنا يستر. الله، ربنا يستر. انا خايف. تفتكروا هيعمل حاجه؟ قاعد بتمطر يا جدعان. اقول لك على حاجه، خلينا نمشي عادي يا عم ونتجاهل ان هو موجود معانا. بس انت يا زعتر، انت ليه متمسك بالعربيه كده يا اسطى؟ انا هقفل الباب. بس يما انا مش شايف حاجه ليه؟ بس خلي النور كده منور. يا ليل، ده الدنيا مضلمه كحله يا جدعان. ده ايه ده؟ يا لهوي، مشي على 150 لسه يا جماعه بتمطر ورايا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اقول لك على حاجه، خلينا نركن على جنب هنا وننام. اركن بس يا مدير كده. ايوه اركن، خد راحتك على الاخر. والله يا اخي ما انت زعلان مني في حاجه، بس ننام بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقفل بس الباب على نفسك. اختفى. طب الحمد لله، يعني كده ايه مش موجود ورانا يا جماعه؟ ده الجلد بتاعه هنا. لا اله الا الله. طب ما انا كده برضو مش مطمن. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طب تعالى كده يا اسطى. ايوه يلا يا عم، مع السلامه. يلا يا عم، شو يا جماعه، شوف ممطوط قد ايه. يا لهوي على الضحك يا جدعان، ده كله زعتر. ده كله زعتر. والله الحمد لله يا اخي انا اطمنت لما طلع من العربيه من عندي. يا العربيه الكرتونه اهي، تيجي نقول له تقاوم؟ يا اسطى تقاوم يا اسطى، قاوم. شو خايف مني ولا ايه؟ تعال يا اسطى، ما تخافش يا اسطى، مش شنب ده، عادي شنب عادي يعني. تقاوم وخلاص يا زميلي، عايز قاوم؟ اسمع بس مني، يلا نقاوم. شو ماشيين يا جماعه نفس السرعه. احلى حاجه في مثبت السرعه بقى ان انتوا تفضلوا ماشيين قصاد بعض. هو تقريبا مثبت على 100 او حاجه زي كده، بس انا هحاول اوصل له. استنى، ايه على العربيه النقل دي؟ جت في وشي ازاي دي؟ طب والله شعور حلو كده وانت لازق فيه، صدقوا جامد. والولاد قاعد يبص لها يا جماعه من الصبح. يا اسطى عادي انا ماشي يعني، مش حوار يعني. برضه بصيت اللي هو انت عايز ايه دلوقتي يا اسطى؟ مفيش اي سفينجه هنا، خليني اغسل العربيه دي من قدام. شوف بس خلاص، بص قدامه. طيب كده ممتاز جدا، يا سلام. طب والله السفر جامد يا جدعان، يا لهوي عاجبني كده المشي ورا صاحبك ده، ابداع اقسم بالله. ايه ده؟ هي المرايه اللي هنا راحت فين؟ يعني كده هضطر ابص ورايا، يمكن حد يكون ماشي ورانا بمره. ايه، خلينا نجيب ال 3 دي بيرسون. لا مفيش حد ماشي ورايا. طب والله شكلها رهيب وانا ماشي كده ورا حد. شوف العربيه بتاعتي، والله العربيه اصلا شكلها خضه اصلا وهي ماشيه. ايوه كده يا عم، خلينا ماشيين مع بعض كده يا عم، عزوه. بس هم تقريبا اللي ماشيين قدامنا ماشيين على 101 يعني، ف خلينا نزود بس على 101. حلوه 103، ممتاز جدا. هعديك يا اسطى عشان انا عربيتي المانيه يا اسطى وانت عربيتك بريطانيه. يابا روح شوف غيرها، والله العظيم نصيحه مني ليك، هي اخرها 120 بس العربيه اللي معاك دي، غيرها. استنى ما افتح لي الشباك بس، غيرها يا زميلي. يا لهوي يا جماعه، زعتر يا جماعه، شد العربيه لو النبي. يا زعتر زعتر وحيط ابوك. لا زعتر العربيه، لا يا زعتر، لا اله الا الله، مش عارف انزل يا جماعه. يا لهوي يا جدعان زعتر، شوف يا جماعه رجله هي اللي في السماء وايده اللي هي ايوه المخترقه المبنى دي. لا اله الا الله. طيب ايه؟ طب انت هتقعد تعمل لي بتاع يا معلم؟ بعد اذنك يا معلم، عربيتي يا باشا عربي. يا جماعه عربيتي طلعت فوق. طب ثواني خد هفهمك. طيب يا لهوي يا جدعان، ده ايه ده؟ ايوه، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ والله انا خايف ياخد العربيه بتاعتي ويطير بيها السماء. لا اله الا الله. طب استنى بس، خدني معاك. استنى خليني اركب في عربيتي يا عم، خليني اقدر اشيله ارميه بره. ايوه الحمد لله. اوف
حسيت لحظة ان انا فقدت العربية بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابعد يا عم، ابعد يا عم. يا لهو على الخط يا جدعان، ده ايه ده؟ شوف عامل ازاي ممطوط ابن اللذينة. يا ليل بقى، يعني مش هنخلص النهارده من العربية دي، والله ما هنخلص يا جدعان. زعتر اتجنن، والله زعتر اتجنن. بصوا يا لهوي، تخيل بقى لو عربيتي لسه متشبكة معاه، كان زمانها اتجننت معاه. يا نهار ابيض عليك يا زعتر. وليه حاسس ان هو شبك فيا انا بس؟ لا اختفى. ايوه شفتوا بقى الحتة اللي اختفى فيها دي؟ دي بقى الحتة اللي لو اختفى فيها بقى وانت معاك العربية بتاعتك، يعني وانت راكب في عربيتك وكده، كل سنة وانت طيب، او انت بس عربيتك مش قاعد فيها، هتختفي يا معلم. كانوا متشكرين جدا. ما تجري يلا، اجري يلا، مش هاخد جري، اجري يلا. لا اله الا الله. والله يا جماعه الارانب دول برضو مشكله. يا ليل بقى يا ليل. ايه يا ايه يا حاجه، في ايه؟ في ايه؟ مالك مالك يعني؟ حضرتك ملبوسه يعني؟ حضرتك امشي زي الناس. يا ليله الليل يا مليل، ليل علينا ولا تليل. خلاص خلاص، شكرا 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 شكرا. ياه يا اخي، اخيرا الحمد لله في مخزن يا جدعان. والله اكتر مبنى بيفرحني، كاني كنت شايف بوليس دلوقتي بيطارد حد. انا عارف اللي حصل. خش بقى يا باشا على الثمانية سلندر، اتفرج بقى يا كبير، هو ده المطلوب اثباته. مجرد ما شفت الثمانية سلندر كده من بعيد، لا ويا سلام بقى افهمك. شوف بقى، يا سلام يا جدعان على الجمدان، يا سلام. فيها ايه؟ بنزين؟ اوه اتوقع ان هي تبقى شغاله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش شغاله. ايه بقى المشكله اللي فيها؟ فيها ميه والتانك بتاعها خلصان يا جماعه، يعني هي عايزه شويه زيت بس. يا جماعه العربيه كامله بس مصديه، وحتى كاوتشاتها بصوا شوف عامله ازاي. ما عليك يا رجال، عندي الموضوع ده. خلينا نظبط بقى 8 سلندر ونبدا نتحرك بيها. وال يا جدعان على الجمدان. خلينا نشوف المخزن فيه ايه بالمره. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر، في كمان العربيه البريطانيه على فكره. المخزن ده هيبقى فيه شويه لود تبع 8 سلندر، وحتى لو ما فيهوش المهم بس نلاقي وسائل تنظيف او ادوات تنظيف. انا صراحه متحير ابدا من فين، وصراحه الماتور ده انا هغيره على طول. يشيل الماتور 8 سلندر ده، خلاص ارمي يا عم الماتور ده اصلا مش محتاجينه، وشيل الكولنج القديم ده، الكلام ده كله هيترمي دلوقتي. عندك التانك فيه ما شاء الله 16 لتر، ممتاز جدا. هي العربيه بس هتعوز شويه نظافه، واحنا متهيالي معانا ادوات النظافه كلها. بس بعد اذنك بقى ممكن بقى ندخل بقى جوه كده شويه. عايز اركب بس العربيه بطريقه احترافيه بس عشان ما نقعدش كل شويه نجري. اوه في جوا فوق يا جماعه، طبعا عشان عارف في ناس هتقولي ما اسموش توين، اسمه جوا، اهو موجود فوق الموتوسيكل قصدي، وكامل كمان ومصدي. هو ده في ايه؟ هو تقريبا كانوا صحاب ماشيين مع بعض وبعدين تقطعت بيهم السبل ولا ايه؟ مش فاهم حاجه. بس قشط، عموما اقفل بس ابوابك. بعد اذنك بقى ممكن تخلع لي كده الابواب دي. ايوه اركن هنا كده يا مدير. ليه يا عم بتخلع الابواب؟ عشان بس يكون كده ايه كل حاجه قدامنا متاحه. فخلينا اول حاجه بعد اذنك جيب لي البخاخ، مع ان البخاخ ده مش هيبقى عملي دلوقتي، احنا محتاجين فرش. فسوق بعد اذنك، طبعا مش هقدر ازقه. بعد اذنك بس خليه مفكوك كده. اخ احنا فكينا الكرسي بس. بسم الله ما شاء الله عليك، وحلو ان احنا معانا الاكسدامات دي، ممتاز جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع فوق وزق يا مدير، الله يعطيك الف عافيه. فك بقى الجزء ده من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بنشوف احنا هنطلع دي ايه. ده يا اسطى انت بتركب كل حاجه مكانها. يا لهوي يا جدعان. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الشنطه ليه فاضيه كده يا جماعه؟ هو في ايه بالظبط؟ ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم اي حاجه. متهيألي يا باشا احنا معانا ادوات تصليح وصيانه ودنيا. وبالنسبه للكاوشات دي خلاص انا هتخلى عنها، مش محتاجها. ايوه يلا امشوا كلكم من هنا، امشوا امشوا يا وحشين يا اللي ما عندكوش دم. ما خلاص يا حاج امشي بقى، انت هتصاحبينا. لا اله الا الله. لازقه برضه اللي هو مش عاجبها الموضوع. طب استنوا كده ثواني بس عشان بس ما نقعدش نعمل كومه من الاكوامي هنا. اضرب فرامل. ايه ده ما تفكوش ليه بقى؟ يلا يا عم انت وهو من هنا يا عم، يلا يا باشا بس كده. الله ينور، ارجع بقى بضهرك تاني. فك يا مدير بس كده، الله يعطيك العافيه. خد راح فين؟ راح فين؟ بس خليك واقف هنا بس بقى، ما تقعدش زهق فينا. ها ويبقى السؤال هنا، هو انا حطيت ادوات التنظيف فين؟ والله ولا موجوده ولا اي حاجه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب احنا بالشكل ده هنبقى مضطرين بقى ان احنا ندخل جوه المخزن. بعزك بس ممكن تفك لي هذه البتاعه، زق لي بس العربيه دي بره. الله يرضى عليك يا ابني، ارميها لي بره كده عشان بس نتخلص من جميع. يلا يا حاجه روحي بقى، هتطلعي بره يعني؟ هتطلعي بره اكيد، في حاجه ماسكاها. ايه هي؟ انا بصراحه ما اعرفش، بس لازم تطلع بره البتاعه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم يا بنت اللذينة. ايوه طلعت بس، مع السلامه. الله تربو، ممتاز جدا، انت وشك حلو عليا. تخيل ال 8 سلندر بالتربو هتبقى عامله ازاي؟ عارفين يا جماعه لو انتوا قلتوا لي في التعليقات ان ال 8 سلندر نزل لها تحديث وبقت اجمد بكتير ما كنتش اخدتها. هو ايه الماتور الغريب ده يا جماعه؟ ايه الماتور ده؟ هم دول ماتورين راكبين على ايه ده يا جماعه؟ ده ماتور جديد وفي تحديث نزل للعبه وانا ما اعرفش. ما هذا الماتور يا زلمه؟ والله يا جماعه ماتور اول مره اشوفه، انت حد شافه قبل كده؟ ماتور غريب والله. لقيت كل العربيه دي نزلت التحديث ولا حاجه وانا مش واخد بالي. حلو، لقينا فرشه، لقينا بخاخ، سفنجه. بالمناسبه حد فيكم قال يا عم ميدو تقدر تكب ميه على السفنجه دي وتتنضف عادي؟ انا جربتها قبل كده ما نفعتش، حطيناها في الجردل كبينا عليها ميه
ما فيش نهايه يعني، فلم تظبط يا زميلي كده. فرشتين ان شاء الله يفوا بالغرض. واصلا الكاوتشات بصوا عايزه نظافه، يا نهار ابيض، بس الكاوتشات دي لما تنضفتش مش هينفع نمشي بيها. انا بصراحه عايز اشيل السرير ده، يمكن الاقي حاجه تحته. ده ايه ده؟ اكل توست. ايوه شيل يا مدير، بسم الله الرحمن الرحيم. طب عايز ابص تحت. اه شوف يا جماعه، تحته ماتور لود، وتحته دي حلو بخاخ، ممتاز جدا كده يعني. اعتبر شويه كده معانا بخاخين، عدى 10 وادي 20، وهتلاقي فيه في العربيه من جوه بخاخ تاني. هو راح فين؟ هتلاقيه محطوط هنا في مكان معين، هطلعه دلوقتي ان شاء الله. دول كلهم كافيين ان هم ينضفوا لنا كاوتشات العربيه، لان الصراحه اول حاجه هنضفها كاوتشات العربيه قبل العربيه نفسها. مش مهم بقى العربيه تكون مصديه مش مصديه، بس هم لازم الكاوتشات دول يتنضفوا الاول عشان دول اللي احنا هنمشي عليهم، بعد كده الباقي سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض يا جماعه على الصدى، يا جماعه يا لهوي على الصدى يا جدعان، ده الكاوتشات ايه مهترئه احتراء السنين. بسم الله الرحمن الرحيم. خليها ارش على كل واحده 4، وبعد كده يبقى نشوف مثلا يبقى نجددهم او حاجه. بس كده كده فضل 4 في البتاع. طيب عموما خليكم راكبين دلوقتي، ما نشوف بس البخاخات اللي معانا هتكفي. هات لي بعد اذنك ابو 20 تاني كده، تقريبا يبقى في كاوتش احسن من كاوتش. اه ده في هنا كمان واحد، طب ممتاز حلو. طلع ده كمان، بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 1 2 3 4 حلو. نيجي على الثاني، 1 2 3 4 1 2 3 4. طبعا انا بفك بس ادي بقى الرشه اللي قبل الاخيره. طبعا كده الكوتش يعتبر جديد نوعا ما يعني، يعني محتاج له مثلا ايه كمان بخه اللي هو اللي هناك ده، وكده هيبقى يرجع جديد تاني. بس احنا برده مش مهتمين قوي ان هو يرجع جديد نوف، الا مثلا ما نلاقي بخاخات تانيه ان شاء الله الاقيهم في بنزين، ما بيترعب الكلام ده كله، يبقى ساعتها يبقى التنظيف سهل. 1 2 3 4 1 2 3 4 بس كده. تعالى انت اركب هنا. حد بيقول يا عم ميدو بالنسبه للبتاعات دول، اقول لك سهله، اتقل بس، نظبط بس الدنيا واحده واحده، بعد كده هقول لك هنجددهم ازاي. هنبدا نجيب الفرشه بتاعتنا، بس والله ودي اجرب الماتور ده، مستعجل عليه قوي. نبدا بقى ننظف الدنيا دي، واحسن حاجه ان الثمانيه سلندر هنا بابين بس، يعني انت مش هتتعب قوي في التنظيف، عكس العربيه الاربع ابواب بتبقى رخمه. بس انا مستغرب ليه ثمانيه سلندر مثلا بتبقى بابين بس، مع ان العربيه كبيره جدا يعني، اللي هو ما عادي ممكن تزود لها بوب اكبر او اكتر. يلا اخر مكان للفرشه يا مساء الحال. كده الفرشه انتهت، هات لي بقى الفرشه الثانيه برو بعد اذنك. دي ان شاء الله اللي هنبدا ننظف فيها التنظيفه الثانيه، وبعد كده ممكن نرش او ما نرشش. اوه خش على اللون الاحمر، يا عارفين اللون الاحمر ده انا فاكره امتى؟ 8 سلندر دي كان في بدايه في زالونج درايف تقريبا، الحلقه الثانيه حاجه زي كده، لما كنا ماشيين بالخنفسه بعد كده لقيت ال 8 سلندر ما عرفتش اشغلها وسبتها ومشيت، كانت لونها احمر برضو، كانت الدنيا مظلمه وكشك وبتاع، يا كان ايام. هي بالمناسبه انا حاطط الصوره المصغره بتاعتها هي والدنيا مظلمه، وكان قدام بيت او حاجه زي كده، يا نهار ابيض على الايام. بس هي عموما اللون جامد صراحه. اوف ده العداد بتاعها، اه لا ايه الرخامه دي يعني، حتى العداد برضو عايز فرشه. طب انا اجيب لك فرش من فين يا معلم؟ انا بس ادقق هنا اه يا عم ده في فرشه هنا كمان. تعالى يا حاجه، انت جيت من السما والله العظيم. نضف لنا يا حاجه بالعداد ده بالمره، ده مصد يا جماعه صدى. ايه الصدى ده؟ يا ليله الليل، انتوا عارفين انا اصلا في الحقيقه بحب انا الحاجات المصديه اقعد كده اغسل فيها والمع فيها. عندي كمبيوتر الماني قديم، اه دلوقتي احنا مستعملينه الغطا بتاعه وحاطينه على الماتور بتاعنا علشان ما ينزلش عليه ميه وكده. بس انا جيت لي فتره كده ايه، رحت بقى منظف الكمبيوتر كله من جوه. تخيل كيسه المانيه طالعه من زمان، طبعا الماني قديم. صاحب ابويا يقول لك يا باشا كيسه المانيه وما اعرفش ايه، واحنا كنا بقى ايه اوه الماني يابا يعني نظيفه وما اعرفش ايه. طبعا مش بيبان بقى ان هو بيبقى استعمال، فاهم انت ازاي؟ وكانت كيسه ايه يا معلم، انت عارف اصلا يعني ما كانتش بتشغل جي تي اي فاي سيتي، عارفين انتوا جي تي اي فاي سيتي؟ ما كانش بتشغلها اصلا، اللي هو شو كده بس او منظر بس. يا لهوي كان ايام رهيبه والله العظيم. المهم مسكتها نظفتها كلها، كان ساعتها الكيسه بقى مرميه وملهاش اي لازمه بقى خلاص، فقلت خليني ايه اتسلى فيها شويه، وكانت رهيبه وانا قاعد انضف فيها، كان الموضوع صراحه جامد. شفت بقى الغسله، هي العربيه رجعت نظيفه تاني وبنت ناس ومحترمه. انا بقى عايز اجرب صراحه الماتور ده، فخلينا نبدا نملاه زيت ونشوف ايه الدنيا بتاعته. مفيش زيت صح يا اسطى؟ عادي ولا عندك اي هموم؟ بص يا معلم عندي هنا 20 لتر ما لازم نقعد بقى نغير وسته. اصل يا جماعه انا حاسس ماتور كهرباء على ماتور، فاهم انت يعني؟ ماتور بالديزل تحسهم هما الاثنين راكبين في بعض، فاهم؟ بس اديله فول يا عم عشان ما يبقاش حجه اهو. بص دقق شويه هتحسه فعلا ماتور كهرباء ماتور ديزل، بس انا شاكك برضه ان هو ماتور العربيه الجديده. والله العظيم يا لهوي يا جدعان على الضحك لو يطلع هو ركب كده. مدير بعد اذنك يا اسطى ممكن تجيب لي كولينج؟ الكولينج بتاع الاتوبيس معاك؟ طيب ادهولي. طيب نمشي عليه شويه لان تقريبا ما عنديش كولينج صغير. هنبص تاني في المخزن دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اه الكولينج ده رخم برضه يا جماعه، واخد مكان كبير قوي. عموما خلينا نشغل كده ونشوف. جاهزين يا شباب نسمع الصوت؟ 3 2 1. هو ايه الصوت ده؟ يعني ليه انت حاطط الصوت الثاني اللي هو الصوت العالي؟ سامع انت صوت درررر. الصوت ده حلو. هو بقى مركب صوتين على بعض او ماتورين على بعض، ليه انت مركب ماتورين على بعض؟ انا ما اعرفش الصراحه. خلينا كده نجرب نشوف مشيته عامله ازاي. يا ليل فك كده. يي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 
لا 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 بطيء جدا. شوف زيتو يا جماعه العربيه موجوده في سلافيرا تراك، تاني عربيه لقيناها اللي هي اخر حلقه نزلناها كده من كام يوم فاتوا. بالنسبه للصوره المصغره بتاعتها هتلاقي العربيه نقل مقلوبه على وشها ورجلها لفوق وكاتب عليها تقريبا حلوه الحركه او حاجه زي كده. صوت عربيتها الاصلي تقريبا قريب من الصوت ده اللي هو ايوه يعني انت عايز ايه دلوقتي. طب على فكره ما تقول يا جماعه شبكه مش عايز يطلع، صدقوا بقول لك مش طالع. هطلعك يا اسطى مش عايز تطلع والله. يلا تطلع، انت بتتكلم مع مين يا ابني؟ لا اله الا الله يا ابني، احنا اللي عملناك يا ابني. لا حول ولا قوه الا بالله. صاحبك شايف نفسه جامد قوي يعني، بقول لك مش طالع يا اسطى انا حر. لا هتطلع يا معلم وهتتحط مع اخواتك المواتير هنا لحد ما ان شاء الله نشيل مود المواتير اللي دايما بنزل اشيله ده. ندخل هنا. اه يا عم في كولنج اهو يا عم، وفي 11 لتر ووتر من 20. يا سلام. اركب كده يا مدير. ايوه اركب بس بعد اذنك، اركب تحلي بعد اذنك كده التانك بتاعه. تعالى كده يا معلم املا لي بس بعد اذنك الميه هنا. انا عندي سؤال بقى للناس الخبره في العربيه، دايما بقول لك حط ميه خاصه بالريديتر او ميه خاصه بالعربيات وما تحطش ميه مثلا مقطره اللي هي بتبقى نازله من التكييف او ميه الحنفيه. ليه بقى؟ اللي يعرف انت اسطخ جامد. واحد يقول لي فيكم ما انت عارف يعني عم ميدو؟ اكيد طبعا عارف، بس انا هجاوبك على السؤال ده شويه كده ما نشوف بقى الناس اللي عارفه الدنيا دي. حاله اللحظه ان احنا ننقل بقى الماتور بتاعنا الجامد اخر 50000 حاجه من هون لهون. يلا معلم تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم يا موسى الحال يا رب. بسم الله. تصدقوا كنت متحير ان انا الاقي كولينج؟ يلا على الضحك يا جدعان. بس كده نشيل بقى البتاع الصغير ده، احنا كده مش محتاجينه. عايزك بقى يقعد في الشنطه كده مع المواتير دي. ايوه خليك قاعد. بعد كده نبدا نجيب الكولينج ده نبدا نركبه هنا. طب انا سلندر يا باشا بتربو يا نهار ابيض. بقول لك ايه بقى، اقف كده انا عايزك توقف بس عشان تبان كده من بره ايوه هيبان ولا اي حاجه بانت. طب ممتاز جدا عادي مفيش اي مشاكل. طيب دلوقتي هات لي بقى الكولينج ده ابدا حطه هنا مع اخواته. الطبقيه دي صغيره قوي يا جماعه ما اعرفش هتاخد ايه ولا ايه. نجيب بقى الحاجات دي. اه الاكسدام صحيح، الشنبات بتاعت العربيه. انا بصراحه بحس العربيه دي بشنب كده وهي مركبه الاكسدام فعشان كده مسميها الشنب. نبدا نحط الشنب بتاعه هنا. الله اكبر. ايه ده هو انا ليه حاسه كبير؟ لا هو تقريبا بس ده ممكن يبقى ورا. اه صدق واحد ورا واحد قدام يا جماعه. وقال يعني مركب الفخده اللي ورا. طب تعالى كده ولا هما الاثنين زي بعض؟ انا بصراحه ما اعرفش. عموما خلينا نركب ده هنا. هات لي التانك ده ممتاز. وات وادي شويه اويل. التانك ده بتاعي في شويه ديزل باشا اقلب وكب يا باشا. احنا مش عايزين دلوقتي ديزل، احنا عايزين نفضي الدنيا دي كلها لان في شويه حاجات هناخدها دلوقتي من هنا. محتاجين برده الشنب اللي ورا عندك يا حاج بالمره، بس انا حاسس برده الشنب اللي ورا حاسس ان الشنب ده نفس الشنب اللي ورا تقريبا على فكره. طب خلينا نجرب كده نركبه هنا نشوف يمكن يظبط. انا ما عارف يا شباب بس هما الاثنين واحد تقريبا. يا عم هما الاثنين واحد خلاص ارمي ده. وده اصلا يا جماعه لو عملناه هيطلع لونه اسود مش هيطلع لونه بلمع زي ده، فاحنا خلينا كده نخليهم كلهم بلمعوا. والمره نبدا المرحله الثانيه. عايزينك هات لي تانك البنزين او خرطوم البنزين ده وهات لي معاه هذه القطعه. عندي برده سؤال ثاني، ليه العربيات بيبقى تانك البنزين بتاعها احيانا ممكن تلاقيه على اليمين واحيانا تاني تلاقيه على الشمال؟ يعني قصدي مثلا في عربيات بنزينها ورا زي البيجو 504، ايه السر او ايه السبب او ايه الهدف؟ خلاص بقى خد البنزين بقى وانت ساكت بقى ما تزهقناش. يا ليل بقى عليك انت فاضل فيك يا اسطى. انا عايز البنزين كله بعد اذنك يا اسطى بعد اذنك. لا اله الا الله على الخرطوم يا جماعه بدا يجلش والله ربنا يستر. انا ما اعرفش ليه الخرطوم ده الوحيد اللي بيجلش يعني. خلاص خلاص اقول لك على حاجه يا اسطى. تعالى كده خليك انت. اه شفت يا جماعه جلش ازاي؟ لا يا معلم ابعد عني بعد اذنك ابعد عني. روح 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 بعيد. ايوه خليك بعيد كده الله يعطيك الف عافيه. انت فيك كام يعني يا ريس؟ طب والله ممتاز 11 لتر كويس احسن ما فيش. حط انت هنا دلوقتي. طيب هنيجي بقى للمرحله اللي بعدها. المفروض بقى الطبليه اللي فوق دي نشيلها بس هتلاقيها تقيله تقل السنين يا جدعان والله العظيم هتلاقيها تقيله تقيله قوي يعني. عموما بكل الحاجات دي كده دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الازازه دي جوه. اتكسرت عادي مفيش اي مشاكل. ممكن عايز انك تنزل لي هنا مثلا. ايه ده انا اتحجزت يا جماعه جوه عادي. ممكن نقعد على الكرسي ده. تعالى بس خد اقول لك تعالى خليك قاعد هنا بعيد كده. انت عارفينك طبليه برده وبنت ناس ومحترمه ودنيا بس يعني خليك بعيده بس كده. اه يا عم الاسلحه اهي والذخيره والدنيا انا افتكرتها ضاعت مني. طب الحمد لله ان هي ما ضاعتش. طيب هنيجي بقى المرحله الثانيه مرحله بقى الرشاشات. تعالى بقى يا معلم طب عايزك الرشاشات دي هنا وادي الرشاش الثاني وهات لي الحديده دي. لا انا عايز الحديده بس يا ريس بعدين حطها في نصهم كده. طبعا دلوقتي بعمل ترتيب عشوائي لان ان شاء الله دي محتاجه تظبيط احسن من كده بكتير. وهات لي مصباح علاء الدين. تعالى يا معلم اتحط هنا برده. ايوه خليك هنا برده عشان انت بتوازن لنا الطريق وبتوجهنا. اقول لك على حاجه خليك في النص بقى عشان يبقى شكله كده شبه علامات المرسيدس والبيجو والدنيا دي كلها اللي هي العلامات اللي بتبقى طالعه من الكبوت دي صراحه بحبها جدا. وانت ساكت كده العربيه تحس فعلا ان انت يعني ماشي في نص الطريق فاهم حاجه. نبدا نحط دي هنا. الناس اللي مش فاهمه قصدي ارجع للفيديو بتاع محك الشاحنات سفر من مصر للسودان وجايب فيه المايباخ. بص كده وانا سايق من جوه هتلاقيني بالظبط ايه جايب العلامه ورافعها كده شويه علشان وانا ماشي بقى استمتع بالطريق والدنيا دي كلها. هيعجبك جدا الفيديو ده بس اتفرج عليه وقول لي ايه رايك فيه. هات لي بعد اذنك الكشاف ده خلينا نحطه جوه احسن. ايوه خليك كده يا زلمه افصل بس كده بس كده عشان ينور لنا بس على الماتور لو عطل. افرض الماتور عطل بينا بس كده يا سيدي. نحط لنا برده بالمره كشاف ورا ينور لنا كده الدنيا من ورا. يكون محطوط كده بقى لا ربما مثلا نكون خايفين بقى واحنا ماشيين باصين ورا فاهم انت ازاي فهو ينور لنا. وممكن كمان نثبته ان هو يقعد يبص لنا قدام مثلا. ما هو تقريبا كده العربيه دي تقريبا مش هيبقى لها لمبه داخليه تنور لنا تقريبا فهنكون محتاجين برده نور. طيب ابدا افتح بقى السوفونير اللي ورا. شفت بقى اوضه النوم اللي اتفتحت ورا دي؟ يا نهار ابيض ده اكبر من اي حاجه. نبدا بقى نرص فيها كل حاجه. اتمنى ان هي تثبت حاجتها في الشنطه عكس الحاجه بتاعتنا لان العربيه بتاعتنا دي يعني صراحه حزينه بمعنى الكلمه حزينه حزينه يعني. علب السجاير عليه حاططهم في سله او في قفص. بالنسبه للكرسي والبتاع هات لي التانك بس. يعني دلوقتي هنبدا بقى ننقي يا جماعه.
جماعه، نبدا ناخد الحاجات اللي احنا عايزينها، لان كده كده اصلا الحاجات دي احنا بنشوفها في الطريق اللي هي الحاجات البسيطه دي. هات لي برده البتاع دي نبدا نحطها هنا كده على الشنطه ورا. بسم الله الرحمن الرحيم، ثبت كده يا مدير. الله على النور بتاعك يا زلمه، يا سلام، قفل يا اسطى. بالنسبه لسيف الساموراي ده ممكن يا فندم تتحط لي هنا، ايوه على الحد الابيض كده، ايوه يبان ان هو ديكور كده، شفت الشكل عامل ازاي. هات لي بقى السرير الصغير ده. بسم الله الرحمن الرحيم، بعزك بس يا عم الكلام التويه، هات لي بس السرير بتاعي. ايوه اكسكيوز مي، يعني كله الا السرير بعد اذنك. اه لا ما ينفعش صراحه تراجع عن السرير ده، ده هو الحاجه الجامده فيه. ثبت يا مدير، بس شفت الشكل يا عم، اسطوره اسطوره، عربيه كبيره يا جماعه جدا. اتمنى 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 زي ما انتوا قلتوا لي، عشان لو زي ما انتوا ما قلتوليش هنزعل من بعض الصراحه. بس هو كده بقى، فك بعد اذنك، ارمي فك ركب. وطبعا ما ننساش الحديد، ده اهم حاجه في الحياه ده. تعالوا كده يا رجاله بس كلكم اجتمعوا هنا يا زلام. اوه ده في بخاخ هنا يا جماعه كمان، وات از ذس. بس كده عشان بس يبقى زي اخواته، هات لي الباب ده بالمره، خده رشه. ايوه في حاجه ثانيه يا اسطى عايز ترش ولا كده خلاص؟ لا كده خلاص، خلي بقى الرشاش ده معانا هنا بقى. ايوه خليك قاعد كده جنبنا. انتوا عارفين يا جماعه المشكله في ايه دلوقتي؟ ده احنا هناكل شمس واحنا ماشيين بالعربيه لما نقول بس كده. اتوقع امورنا طيبه و100 100. نبدا ناخد الصندوق ده في جيبنا، ولا اقول لك ثواني كده بس؟ تعالى يا اسطى في جيبي ثواني، حط هنا دلوقتي. ايوه حبيب قلب الله يسعدك يا زلمه. بعد اذنك بقى ممكن تشبك لي دي هنا. ايوه حط بقى في جيبك كده يا مدير، يا سلام، هو ده المطلوب اثبات. بعد اذنك بقى ممكن بس تيجي على رقم 4 بس كده، انت كده ريحتنا يا زلمه. نبدا بس نركب كل حاجه هنا، وانتوا تعالوا هنا كده تحطوا كلكم ورا. ايوه خليكوا كده، بسم الله ما شاء الله عليك. تعال بقى عايزك كده الشنطه يا اسطى، ارمي كده جوه الحاجات دي. هات لي التوتو، وانت يا توتو اقعدي هنا. وبالنسبه للميزان ده اتمنى ان هو يتحط في الكابينه بتاعه العربيه، اتمنى، لان هو سيقوم بتوازن العربيه واحنا ماشيين. ايوه طب ماشي ان شاء الله تتحط هنا يا اخي، بس احنا كده مش هنشوف الميزان. اه والله طيب عادي، فك البتاع دي، ممكن تقلبها بالشكل ده ونحطها فين؟ هنا كده. ممكن بس تجيب له في النص. احلى حاجه في العربيه دي يا جماعه ان هي بتاخد 6 ركاب، رهيبه، 3 قدام و3 ورا. بس كده شفت الشكل عامل ازاي؟ بس كده نظبطه بس علينا كده. حطيت لايك ولا لا؟ انسى حط لايك وشارك في القناه وفعل الجرس حبيب قلبي. تسلموا يا رجاله، الله يسعدك. فايتك كتير والله لما حطيتش لايك، فايتك كتير. كنا هننسى الجرنان، لا اله الا الله، وكنا هننسى المنظار، لا حول ولا قوه الا بالله. وشوف كنا هننسى ايه تاني. فانا كده يا زميلي بعايزنا اخليكم انتوا محطوط هنا، كنا هننسى ده. ايوه ده، تعالى يا معلم. في حاجه تانية ورا يا رجاله؟ ايوه ذخيره مسدس، رشاش رشاش، والكوبايه لا حول ولا قوه الا بالله، والمنبه لا اله الا الله، والخرطوم لا اله الا الله. الخرطوم كالعاده خليك هنا. ايوه اهم شيء تكون لامم نفسك كده يا مدير. وانت بعد اذنك بس ممكن تزق هناك شويه، بس زقي خلاص، انا مش محتاج منك اي حاجه الا بس ايه الجرنان والكلام ده كله. حط لي بس يا باشا الكوبايه عندك هنا. توتو خلي الكوبايه جنبك بقى المره دي، تمام. وسيب لي الساعه دي هنا دلوقتي، يبقى نحطها بعدين. وادي الجرنان سيبه ورا، اهم حاجه الذخيره دي، بس خليك محطوطه هنا كده. اتوقع امور ثواني بس يا جماعه، الخرطوم ده واقع ازاي من ورا يا اسطى؟ احنا مش عايزين نداله، ها اقعد زي الناس بس كده. اقفل لي بس الكشاف ده كده. اتوقع انا كده جاهز، الماتور 8 سلندر هسيبه ومش هاخده معايا، بس برضه عايزين نبدا نجرب الماتور الثاني الغريب ده. نبدا نبص بس بص فوق كده في السريع، الموتوسيكل الجوا ايه يا معلم؟ ده جاهز على طول على الانطلاق. بس كده اتوقع كده امورنا طيبه كده. المفروض المخزن، اه ده في كشاف هنا، الله. وفي جيب شويه حاجات يا جماعه، استنوا بس ارمي على طول الكشافات هنا، نرمي شويه الكراكيب دول واحنا بقى ماشيين قدام، يبقى بقى ايه نعوز يبقى نجيبهم بقى. والكوريك يعني كده اتوقع ان مفيش اي حاجه كده خلاص. نبدا بس نفتح كده، حط دي هنا بس كده يا زلمه. عايزك بقى ممكن تجيب لي، اقول لك على حاجه بقى ثانيه بس ثواني بس، عشان صراحه انا خايف من الموضوع ده. اركب كده العربيه، شغل كده، ارجع ورا. شايف الهدوء والسكينه والسلاسه؟ بس كده خليكي بس واقفه هنا ثواني ثواني بس، والله ربنا يستر. انت ايه اللي جابك هنا ده؟ امشي بس دلوقتي يا بنتي، والله ده اللي انا خايف منه الصراحه. هي القنبله دي ازاي امسكها؟ ايوه القنبله دي اللي انا خايف منها بقى يا جماعه. تعرفين عايز اعمل ايه؟ ثواني بس اركب الاول، خليكي محطوطه هنا. ارمي دوس يروح روح 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 روح. يا ما انفجرتش ليه يا عم؟ خلاص كده كويس، احنا 100 100 يا اسطى. في حد واقع منه حاجه هنا. يا لهوي علينا النهارده، طيرتي الازاز. لماذا طيرتي المرايه يا بنتي؟ يا جماعه انا مش مكتوب عليا اتهنى بالعربيه تبقى جديده كده وبشوكها؟ يا عم روح بقى بعربيتك دي يا عم، روح بقى روح بقى، حرام عليك، عامل لي ازعاج على الفاضي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الحال يا رب. بسم الله يا رب ان هي تبقى ثابته زي ما انتوا قلتوا لي ان هي تبقى ثابته في التحديثات الجديده يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بس شايف يا اخي كبيره برضه فخامه يعني. طب السنده دي يمكن ما سوتهاش الا مره او مرتين في السلسله، ولو اصلا مش فاكر سويتها عامله ازاي. بس عموما خلينا نجرب. بس والله فخامه يا اخي، بس السقف بتاعها مكشوف ودنيا، شايف الشكل عامل ازاي؟ يا نهار ضيح. انتوا يا جماعه لا اله الا الله بقى، لا اله الا الله يا عم، مش مركب اكسدامه. هنقعد بقى نعمل حوادث، هفكلك كل الابواب عشان لسه طالع بيكي من الاجانس. تعملي كده، افتح كده، خلينا نبص على الكولين كله راكب تمام. بس كده ليه بتتفك انت ليه؟ رش يا عم رش يا عم، نضف لي كمان الراديو ده. الا ده
يا عم روح يا عم روح بقى يا عم والله العظيم ننزل اشرح لك عربيتك. تعال انت يعني شايف نفسك جامد ادي عربيتك اهي تعال عشان انا لسه ما استمتعتش بالعربيه بتاعتي. وليه مركب نفسك كاوتشات 8 سلندر بتاعتي ها ليه؟ تعال يا معلم تعال والله العظيم ما انا سايب لك اي حاجه سليمه في عربيتك. تعال تعال يا كبير انت يعني شايف نفسك جامد يعني كاوتشاتك ودنيتك وهات يا باشا الاكس دام بتاعك ده. ايوه صاحبك الثاني جه ثواني بس ده انا هخليك نام في الشمس النهارده. تعال عندك ايه ثاني جوه؟ طبعا قاعد يبص الراجل على العربيه وهي بتحصل لها الحاجات. والله ما انا سايبك انت يا اسطى. فين الثاني ده؟ الحمد لله عربيته ده اصلا تعبانه لوحدها فاحنا مش هنعمله اي حاجه. استنى بس كده يا اسطى لسه يا اسطى في حاجه ثانيه عشان بس التكييف ما يشتغلش في كلك الابواب كده خليه برده ابص لك هنا على التانك بتاعك. الله شفت يا جماعه عنده جزء قد ايه؟ تعال يا اسطى تعال يا اسطى والله مش هتتهنى والله يا زميلي. تعال مش عايز يتقلب يا جماعه خلاص بس كده عشان تاني مره بس ما تضايقنيش وانا ماشي. ما اكون ماشي بال8 سلندر بتاعتي حبيب قلبي يبقى تسمع الكلام ما افتح الشباك عشان ما فيش تكييف اساسا. بسم الله الرحمن الرحيم يا اسطى سلم لي على اللي هناك بس كده. يا زميلي عايز تطاردني وكده يعني؟ اذا ابوك رجال تعالى وادي الباب. يلا بقى خلينا نشوف هتعمل ايه في الحر ده. ما اعرفش ازاي خضره وحر سبحان الله لا تخرج قبل ان تكتب سبحان الله. نبدا بقى نشوف العربيه دي سرعتها وتسرعها والدنيا دي كلها ان شاء الله ربنا يسهل. اوبا كشافات الورا طايره يا جماعه. كشافات الورا سودا ليه كده؟ هي طايره؟ ما اعرفش والله انا حاسس ان الكشافات الورا طايره في احساس غريب ورا بس انا مش فاهم ايه هو. خلينا احنا ماشيين على ال 142 برضه العربيه لسه مش اسرع حاجه يا جماعه. انا عايزها تطير. ايه يا معلم هحط لك الموتور 8 سلندر خلي بالك. ايوه بدات تطير بس التربو لسه ما اشتغلش والتربو احنا نسينا التربو الثاني ورا الصغير بس الثاني اللي ورا كان بيخنق الماتور اصلا عمره ما كان هيخلي العربيه تجري بسرعه برضه. زي ما انتم شايفين بدات تفتح سرعتها بس ده يا جماعه ثابته قصدي مثلا لما اجي احاول يمين وشمال مش حاسس. هلو ايفريوان ماي نيمز ميدو اشترك في قناتي انت يا عم ولو ما اشتركتش دلوقتي تخليني اشعر بالهم الهم والغم دول بقوا اختصاصاتي فقلت اموه عن نفسي اوريكم فيديو.